اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوف نجومنا اللي موجودين معانا النهارده في هذه الفقره. ازيك يا ايشو؟ كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. ازيك يا ايمن؟ ازي كابتن؟ كله كويس؟ هارد لك، وانتوا كمان وحشتوني جدا. هارد لك. طبعا امبارح مباراه كانت صعبه جدا، ولكن كان من الممكن ان احنا نصعد الى كاس العالم. اتفضل يا ايشو. كان ممكن طبعا، انت في يعني مرتين ضربتين ترجيح الكره معاك. انت هم ضيعوا مرتين الاول، كنا احنا لو سجلنا المرتين دول وكمان السوليه سجل الثالثه في الكورتين، انت هتبقى 3-0. بس يعني سيناريو تاني خالص، بس يعني اراده ربنا. وطبعا يعني في عوامل كتير، يعني احنا كنا اصلا ممكن ما نوصلش اصلا بالترجيح. يعني احنا كنا ممكن في النص ساعه الوحيده اللي احنا في الماتشين لعبنا نص ساعه، نص ساعه الثانيه في الشوط الثاني، الشوط الثاني امبارح. فاحنا كنا ممكن نعمل اي حاجه. يعني انت طالما انت عندك القدره ان انت تهاجم، وان انت يعني تمسك كوره شويه، ولو حتى تلت ساعه، بلاش نص ساعه، تلت ساعه، ورحت بكوره، كوره زيزو راسيه، وفي كوره تانية اخترق بيها وهكذا، كان ممكن تعمل منظر. لكن انت للاسف معتمد تماما، ودي يعني اجمالا مع كيروش يعني خلال مسيرته معانا، يعني هو كل حاجه هو الراجل معتمد على ان هو يخطف جول وخلاص، او يوصل اصلا لبط ترجيح. يعني احنا في كذا مره وصلنا لثلاث مرات او رابعه بقى، يعني ثلاثه في امم افريقيا والرابعه في المونديال، كلهم بيوصل بيعايز يوصل المباراه لبط ترجيح. طيب وصلناها، احنا وصلنا قبل كده في امم افريقيا وما وفقناش، فليه انت تغامر مره ثانيه؟ ليه انت في كل مباراه واضح ان احنا رايحين لبط ترجيح، مع ان انت لو كنت سجلت هدف واحد بس خلاص هو الماتش خلص. ده لو هي 0-0 او 1-0 او 2-0 او 2-1 خلاص.